بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهارات الفنية لكتابة وتوثيق البحوث العلمية. الحقيقة احنا هنتكلم عن مجموعة مهارات تمكن الباحثين من كتابة وضبط عناصر البحث المختلفة، سواء نصوص أو صور أو جداول أو قائمة المراجع، سواء في نهاية البحث أو في متن البحث. فمثلا إزاي حضرتك تقدر تعمل إدراك لآيات قرآنية بالخط العثماني زي اللي في المصحف بالشكل ده؟ إزاي تعمل إدراك للمراجع في متن البحث بشكل آلي باستخدام أحد برامج التوثيق؟ وده يمكننا من إن إحنا نعمل إدراك للمراجع في متن البحث وفي نهاية البحث في البيبليوغرافي، قائمة المراجع اللي في الآخر. ازاي اعمل بشكل آلي النافيجيشن في خلال ملف الوورد، يبقى البحث كله موجود في ملف واحد بحيث ان انا اقدر اتنقل بين المكونات المختلفة للبحث بسهولة. ازاي اقدر اعمل الهيدر والفوتر الخاص بكل جزء من البحث بشكل مختلف؟ ازاي اعمل ادراج لقائمة المحتويات وقائمة الاشكال وقائمة الجداول بشكل آلي، طبعا بالارقام الصفحات بتاعتها، وده بيكون كليكابل يعني قابل للضغط عليه، يعني من قائمه المحتويات لما اضغط على اي حاجه من دول هبدا اعرف اوصلها مباشره، ودي قائمه المراجع بشكل نهائي. فاذا احنا هنتكلم عن اول جزء في الموضوع اللي هو التعامل مع الانماط او الستايلز. كثير من الباحثين يغفلوا استخدام الستايلز او الانماط الموجوده في الوورد، وهي اداه قويه جدا تمكنني ان انا اقدر اعمل تحديد التنسيقات المختلفة للهيدنج أو للعناصر الخاصة بالمحتوى بتاعي. أنا المحتوى بتاعي بيبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى عبارة عن عنوان رئيسي وعناوين فرعية. في الوورد نقدر نتمكن إن إحنا نعمل نحدد مستوى من العناوين، تصل إلى 9 مستويات، يعني 9 مستويات من العناوين. إحنا غالبا بنستخدم 4 أو حاجة. فانا ازاي اقدر اقول له ان ده الليفل هيدنج 1 وده هيدنج 2 وده هيدنج 3 وهكذا؟ ده هنتكلم عنه في الايه، التعامل مع الستايلز. ده هيوفر على حضرتك اكتر من امر. الامر الاول ان هو اوتوماتيك، بعد ما حضرتك بتعمل الموضوع ده مباشره تقدر تعمل قائمه النافيجيشن او التنقل بين الهيدنج المختلفه في البحث بتاعك، ودي بتبقى موجوده من قائمه فيو، وبعدين بنختار النافيجيشن بان وبنقدر نافيجيت او نعمل ابحار او انتقال لاي مكون من مكونات الايه البحث الثاني. ده رقم واحد. رقم اثنين، بشكل آلي مباشره اقدر اعمل قائمه المحتويات اول ما بعمل موضوع الهيدنج ده او استخدم الستايل. فانا هستخدم مجموعه من الستايل، هستخدم ايه؟ هنتكلم عليه، هتكلم انشاء نمط جديد، حفظ الانماط، انشاء قائمه المحتويات. اتفضل يا دكتور كمل. اتكلم على ازاي ابدا انسق الاجزاء المختلفه بتاعتي من المحتوى، سواء العناوين او النص او الجداول او الاشكال، بشكل يكون مترتب وجاهز بحيث ان انا اعمل له ابلاي على اي شكل او اي محتوى اكتبه بعد كده. ازاي اقدر اعمل البحث بتاعي سواء بحث ماجستير او دكتوراه او حتى بحث بعد الدكتوراه، اعمله كله في ملف واحد واقدر اتجول او اعمل نافيجيت داخل البحث الخاص بيا من خلال قائمه نافيجيشن، من خلال الهيدنج اللي احنا عاملينه ده. يعني الهيدنج ده اي اضغط على اي رابط من دول هيدخلني مباشره على العنوان ده. ازاي اقدر اشتغل على اداره المراجع، وخاصه المراجع الاجنبيه بالتحديد اللي انا بقدر اتحصل عليها من قاعده البيانات المختلفه ومن جوجل سكولر وغيره، ازاي اقدر ادمجها في متن البحث، وفي نهايه البحث ازاي اعمل قائمه المراجع بشكل آلي. ازاي اقدر اعمل قائمه المحتويات وقائمه الاشكال وقائمه الجداول بشكل آلي وتكون قابله للضغط عليها، يعني كليكابل، يعني اي حاجه من العناوين دي يبقى جايب لي العنوان
ورقم الصفحه بمجرد ضغط عليها كنترول واضغط عليها بالماوس بيبدا يدخلني على المحتوى ده. ازاي اقدر اعمل الكلام ده كله بشكل آلي باستخدام الوورد؟ وفي النهايه زي ما قلت لحضراتكم ازاي اعمل قائمه المحتويات في نهايه البحث الخاص بي. ده اللي احنا هنتناوله ان شاء الله النهارده. اول حاجه هبدا فيها طبعا اللي احنا بنتكلم عليه ده كله، احنا مش محتاجين اكتر من برنامج الوورد العادي اللي كلنا بنستخدمه او الويب، بس باضافه الى برنامج خاص باداره وتوثيق زي ميندلي او اندنود او غيرها من البرامج كتير وهكذا. احنا هنتناول برنامج الميندلي ان شاء الله. فهبدا في اول جزء في الوورد، في شويه ادوات وخيارات موجوده في برنامج الوورد احنا مش بنستخدمها لكن هي غايه في الاهميه وبتسهل علينا مجهود كبير جدا نقدر نوفره اثناء اعدادنا لبحوثنا العلميه. اول هذه الاشياء موضوع الستايل او الانماط. الانماط مقصود بيها ان انا ببقى محدد، بكون محدد فورمات او تنسيق معين للعناوين والمحتوى ورؤوس الجداول والموضوع والاشكال، ببقى محددها بشكل مسبق. وبمجرد ان انا احب اعمل ادراج لاي حاجه جديده من الحاجات دي بمجرد ان انا بقول له ابلاي الستايل الفلاني على الحاجه دي. في الوورد احنا هنتكلم على دلوقتي انشاء نمط جديد، ازاي اعمل نمط جديد، وده بيتوقف على الحاجات اللي تتطلبها الجهه التي ستسلم لها البحث. يعني هي بتبقى طالبه مجموعه اشتراطات في الفورمات الخاصه بالبحث، سواء العناوين، احجامها، الوانها، اشكالها، وهكذا. فانا ببقى محدد الكلام ده كله، ازاي اقدر اعمل نمط جديد وابدا استخدمه معايا، وكمان اكتر من كده ان انا احفظ النمط ده واوزعه على الاخرين، يعني اعمل مشاركه للاخرين لاستخدام هذا النمط. اخر جزء وده مبني على موضوع الانماط او الستايلز، وهو انشاء قائمه المحتويات الكي او سي بشكل آلي بمجرد تطبيق الستايلز الخاصه بالهيدنج. بمجرد ان انا اطبقها مباشره اقدر اعمل قائمه المحتويات بشكل آلي. فاول حاجه هنتكلم عنها سريعا انشاء نمط جديد. انا لما بفتح برنامج الوورد وافتح على قائمه هوم بلاقي كده في جروب اسمه ستايلز. ستايلز او الانماط هي دي اللي احنا بنتكلم عنها، ان انا كل واحده من دول تمثل ليا ستايل معين، سواء الهيدنج من 1 لـ 9 او راس الجدول او المحتوى وهكذا. فبضغط على الجزء ده كده وببدا اعمل كرييت ستايل وابدا اختار الاسم بتاعي وابدا اضغط على موديفاي واخش اعمل التعديلات اللي انا عايزها، اختار الفورمات اللي انا عايزه بالظبط، ايه نوع الخط واذا كان حجمه وهل في تاثير معين هضيفه عليه بولد ايتاليك اندرلاين وهكذا، وبيظهر لي هنا كله. وبعدين بضغط على اوكي. كده انا عملت الايه الستايل. ادي الجزء اللي بقول لحضراتكم عليه، ان في الوورد عندنا الهيدنج او العناوين او تدرج العناوين الهيراركي بتاع العناوين، عندنا نقدر نعمل لغايه 9 تدرجات من العناوين، يعني عنوان رئيسي وعنوان فرعي وعنوان فرعي ثاني وثالث لغايه 9 عناوين متداخله. تمام. طيب الحقيقه دي طريقه التقليديه او الطريقه الافتراضيه لانشاء نمط جديد، لكن الطريقه الاسهل ان حضرتك تبقى محدد انا عايز اعمل ايه بالظبط. انا عندي عنوان رئيسي وعنوان فرعي اول وعنوان فرعي ثاني اهو، وتحتيه ممكن عنوان فرعي رابع. يعني احنا كده نعمل 4 هيدنج بس، هيدنج 1 و2 و3 و4 بالخط اللي احنا عايزينه وبالحجم وهكذا. وعندنا النص اللي هو النورمال الطبيعي اللي هيبقى موجود معايا في متن البحث كله، وده احنا بيبقى ممكن يبقى لغه عربيه ومتعارف عليه في ابحاث او في بحوث الماجستير والدكتوراه، ان الخط بيبقى عربي سمبليفايد ارابيك 14، واللغه الانجليزيه تايمز نيو رومان 12 اقل منها. فبالتالي احنا المفروض نحدد الكلام ده كله ونثبته في الستايل وبنطبقه مره واحده فقط، بالاضافه الى عناوين او الجزء الامامي الخاص بالاشكال والجداول، برضو ده احنا عايزينه يبقى موحد على كل البحث. فاذا احنا هنتكلم زي ما قلت لحضراتكم ان في هيدنج من 1 لـ 9 وفي النورمال اللي هو النص المحتوى اللي احنا هنشتغل عليه، والكابشن اللي هي الجزء الخاص بالجداول والاشكال. طيب احنا هستأذن حضراتكم كده، هنفتح ملف وورد بسيط اشرح لحضراتكم الكلام اللي بقوله ده بشكل سريع جدا اهو. احنا هنتكلم على موضوع الايه الستايلز. اول حاجه النص العادي
يعني انا هجرب دلوقتي مع حضراتكم، هعمل نص عادي واعمل عليه تأثير معين، ده النص بتاعي بالشكل ده، وبعدين العنوان الرئيسي مثلا، عنوان فرعي واحد، عنوان فرعي اتنين، ثلاثة، أربعة، أدي واحد اتنين ثلاثة أربعة كده. ده والكابشن طبعا، الكابشن اللي هو جدول رقم كذا. دي تقريبا كل اشكال المحتوى المحتمل استخدامها في الرساله بتاعتنا، يا اما مد يعني نص عادي، او عناوين بتفريعاتها، او الكابشن الخاص بالجدول والاشكال. طيب باجي هنا بعمل كليك يمين على النص ده واعمل فورمات، واحدد الحاجات اللي احنا قلنا عليها، ان انا عايزه يكون الخط اللغه العربيه اللغه الانجليزيه تايمز نيو رومان، يكون 14 مثلا او 12 بولد، اللغه العربيه يكون سمبل فايت، بس تستقفل الصوت سمبل فايت عربيك 14، وبعمل اوكي. دكتور حمزة استاذن حضرتك الصوت بس اتكتم. دكتور حمزة استاذن حضرتك تفتح الصوت. تمام كده الصوت واضح؟ اتفضل، معلش حضرتك تعيد الجزئية ديت بس عشان الصوت كان مكتوم. بص دكتور حمزة، هو اخر حاجة دكتور حمزة اما يعني حددت اربع عناوين وبعد كده الصوت ما حدش سمع حاجة، فاستاذن حضرتك تعيد الجزئية دي بس تاني دكتور حمزة. حاضر تمام. انا دلوقتي بعمل ايه؟ احنا بنتكلم هنا كل اشكال المحتوى المحتمل استخدامها في البحث، في البحث خاص بيا. كتبتها، ادي النص وادي العناوين، العنوان الرئيسي والعناوين الفرعيه، قلنا اربع مستويات، والكابشن الخاص بالجداول والاشكال. دي كل الاشكال المحتمله للنص اللي انا استخدمه، فببدا اعمل لها تنسيق بتاعي مره واحده بس، وبعدين اعمل لها انا دلوقتي شغال على النص العادي اللي هو المحتوى، خليته الفونت بتاعي سمبليفايد عربيك 14، والانجليزي هخليه تايمز نيو رومان 12 بولد مثلا، تمام كده ايوه. وبعدين عملت جاستيفايد لو بالشكل ده كده. ده كل المتن الخاص بالبحث بتاعي، هضغط عليه كده وهاجي في الستايلز، في قائمه هوم في الستايلز على النورمال كده، وهضغط كليك يمين واقول له ابديت نورمال تو ماتش سيلكشن. كده هيعمل ايه؟ هيسكن ده، هو ده بقى النص كده، كل ما اجي استخدمه بعد كده هيبقى بالشكل ده تمام. وطبعا لو كتبت انجليزي في النص كده، لو كتبت اي كلمات باللغه الانجليزيه خدت التنسيق اللي احنا حددناه، اللي هو ايه؟ اللي هو تايمز نيو رومان 12 وبولد، ده اللي احنا عملناه. بعد كده العناوين هاجي كده اعمل مثلا عنوان رئيسي اخليه 16 بولد في النص سمبليفايد عربي، العنوان الفرعي واحد هخليه سمبليفايد عربي برضو 16، وهكذا. اقدر اغير عناوين او حتى ما اغيرش الاشكال بتاعتها، بس هي يبقى معروف ان ده ايه التدرج الخاص بالنص بتاعي، العناوين بتاعتي يعني، خليها كلها 16 اهو.
كل بولد. تمام. هي الفكره كلها ان انا بعمل دبل كليك على العنوان الفرع كده واجي هنا في الستايلز عايز بدور على هيدنج 1 او عنوان واحد فاضغط عليها دي واعمل كليك يمين واقول له ابديت تو ماتش سيليكشن كده بقى ده ايه الايه العنوان الرئيسي بتاعي وده العنوان الفرع الاول ده برضو نفس الكلام نفس الخطوات هاجي على العنوان رقم 2 هقول له ابديت ده بقى كده 2 حضراتكم لو تلاحظوا معايا هنا في الجزء الخاص بالنافيجيشن بدا يفهم ان انا عامل التدرج ده ادي عنوان فرع 1 عنوان فرع 2 تمام ده العنوان فرع 3 اهو هيظهر معايا هيدنج 3 اكليك يمين واعمل له ابديت هيدنج ادي عمل العنوان رقم 3 هنا العنوان رقم 4 كده انا عندي اربع ايه اربع تدرجات والاولاني خلاص هو عامله بدايه النص بتاعي تمام كده هنا الجدول او راس الجدول او الاشكال بنخليه بالشكل ده 12 سمبليفايد اربت بس كده هندور على حاجه اسمها كابشن او تيبل اوف كونتنت اذا امكن شويه يعني بطء بالشرح لان ما قاعد لحق اذا حاضر وحضرتك المفروض ان المحاضره بتتسجل ان شاء الله وهتبقى متاحه بعد المحاضره ان شاء الله وحاضر احاول ابطئ في الشرح حاضر واستاذن حضرتك يا دكتور حمزه معلش متاسفه ممكن حضرتك تقفل الشير وتفتحه تاني لان جاي لنا طلب كتير ان الناس مش قادره الصوره عندهم سودة نحاول بس ان نعمل المشكله من عندنا تمام كده قفلته فتحته تاني نيت شكرا عفوا كمل يا دكتور كمل يا طيب كده اللي انا قلته لغايه دلوقتي ان انا بعمل كل اشكال المحتوى المحتمل اللي هستخدمه في البحث عندي بقول لحضراتكم المد وعملت له التنسيقات اللي انا المتعارف عليها او المتفق عليها للجهه اللي انا هسلم لها البحث وبعدين عملت في قائمه هوم في الجزء الخاص بالستايل خليته ابديت تو نورمال ده ابديت نورمال تو ماتش سيليكشن كده بقى ده النورمال معايا طول الوقت تمام وبعدين جيت عملت العناوين بتاعه المحتمله عندي عنوان رئيسي خليته هيدنج 1 وعنوان فرعي الاول والثاني وهكذا كده انا خلصت كل العناوين الاول والثاني والثالث وادي جدول الشرح ده الكابشن اللي هيكون موجود على راس الجدول او بعد الشكل كده دي كل الاشكال المحتوى المحتمل اللي انا هستخدمها فبالتالي انا كده عملت ستايل جديد تمام بالشكل ده لو جيت هنا كده ده اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي ان انا عملت ستايل جديد يتكون من عنوان رئيسي وعنوان فرعي اربع مستويات تحته يعني عنوان فرعي اول وثاني وثالث ورابع والمحتوى الخاص بالبحث الخاص بيا سواء بقى ايه عربي او لغه انجليزيه وعملت الكابشن اللي قبل الايه اللي قبل الجدول ده كل انا عملته في الايه في انشاء نمط جديد بعد كده انا عايز اشارك الايه اشارك النمط ده للاخرين بحيث ان هم يستخدموه بدل ما الناس تشتغل على القصه دي كلها ثاني فباجي من قائمه ديزاين وبضغط على الثيمز وباجي هنا في حاجه اسمها سيف كرنت ثيم هو الحقيقه يعني الستايل اللي احنا بنعمله بيكون مدرج داخل ثيم فانت لما بتعمل سيف للثيم فهو من يتضمنه الجزء الخاص بالستايل بتاعك كده يبقى انا حفظت بعد ما انشات النمط بتاعي عملت له حفظ تمام ضغطت على الحفظ وحفظته في المكان اللي انا شايفه مناسب وبعدين الشخص الاخر اللي انا هبعت له الملف ده عايز يحطه عنده على الجهاز بتاعه عشان يبدا يستخدم الستايل ده بيجي نفس الطريقه ديزاين وبعدين ثيم ثيمز وبعدين المره دي هيختار براوز فروم ثيمز ويبدا يعمل سيليكشن للثيم اللي احنا عملنا له مشاركه ويضغط اوكي وبعدين لو حابب يعمل له سيت اس ديفولت بحيث ان هو يبقى موجود معاه في كل ايه في كل مره يفتح فيها ملف جديد فكده هيبقى عنده الثيم ويطبقه على الشغل بتاعه. طيب زي ما بقول لحضراتكم الخطوه اللي بعد لو سمحت مشاركه السين تاني كده معلش لو سمحت يا فندم معلش الجزء بتاع المشاركه ده تاني يا دكتور لو تسمح المشاركه بتاع الثيم ماشي حضرتك بعد ما هتحفظيه انا بخلصت انشات الثيم خلاص انشاته يعني عملت المحتوى المحتمل بتاعي بكل اشكاله وحفظته في الستايلز عايز احفظ الستايل ده فبقول لحضرتك ان هو الستايل بيحفظ ضمن ثيمز فبنروح في قائمه ديزاين وبعدين ثيمز ماشي لحظه
تمام. بنيجي في قائمة ديزاين وبعدين themes وبعدين بضغط على الصوت سيف كارنت ثيم وبحدد المكان والاسم وبضغط على حفظ وبعدين بعمله مشاركة للآخرين بأي طريقة بقى، ابعته من خلال البريد الإلكتروني، ابعته من خلال واتس أو أي طريقة. وبعدين هو الناحية التانية بقى بيبدأ عشان يخلي الستايل ده أو الثيم ده موجود عنده على جهازه، بيفتح الوورد وبيروح قائمة ديزاين وبعدين ثيمز وبعدين المرة ده هيختار براوز فور ثيمز ويبدأ يعمل تحديد أو براوز استدعاء للإيه للثيم اللي احنا عاملينه مشاركة، ويضغط اوكي اوبن هيبقى موجود معانا هيفتح له مباشرة هو ده، هيضغط على set as default بحيث ان هو كل مرة يفتح فيها ملف وورد يبقى موجود معاه الايه الستايلز اللي احنا عملناها له ويبدأ يستخدمها بكل سهولة. طيب ده كده عملنا حفظ للايه للثيم، انشأنا الستايل وحفظناه كثيم وعملناه مشاركة. بقول لحضراتكم الخطوة المترتبة على الموضوع ده مباشرة هي انشاء قائمة المحتويات بشكل آلي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا فتحت ملف وورد كده، ملف وورد معمول له الثيم اللي بقول لحضراتكم عليه وهو عمل قائمة بكل الهيدنج اللي موجودة عندي. تمام؟ بجيبها منين القائمة دي؟ بجيبها من قائمة فيو. في هنا حاجة اسمها نافيجيشن بان، هي النافيجيشن بان دي هي اوتوماتيك بتتعمل مباشره بمجرد ان حضرتك تبقى عامل موضوع الايه الستايلز وعامل الهيدنج وهو بيجيبها بالشكل التلقائي ده. طيب انا بقى عايز اعمل قائمه الايه المحتويات بالشكل ده. دي قائمه المحتويات زي ما بقول لحضراتكم هي كليكابل يعني قابله للضغط. انا لو حبيت اجي اضغط كده على اي حاجه من دول هنا مثلا كده ماهيت بيئه تعامل شخصيه، ضغطت من لوحه المفاتيح على كنترول وضغطت بالسهم مباشره وداني لماهيه بيئه التعامل الشخصيه اللي في صفحه 21. فكده اقدر اتجول داخل البحث الخاص بيا واجري اي تعديل انا بحتاجه في اي وقت من النافيجيشن بان اللي احنا عملناها ديت بمجرد ان احنا عملنا الايه الجزء الخاص بالستايل وطبقناه على الشغل بتاعنا. طيب اعمل ازاي بقى انا قائمه المحتويات ديت؟ يعني قائمه المحتويات ازاي اقدر انشئها؟ انشئها من قائمه ريفرنسز وبعدين هلاقي هنا في حاجه اسمها تيبل اوف كونتنتس، بنضغط عليها ببدا اختار اي واحده من دول اول واحده مثلا وبمجرد ان هو بيجيبها لي ببدا بس اعمل عليها تنسيقات ان بعمل لها محاذاه من على اليمين لليسار وهكذا وخلاص كده مش اكتر من كده. وهو زي ما حضراتكم شايفين جايب لي العناوين كلها وجايب لي ارقام الصفحات الخاصه بيها. طيب لو كملنا في اللي احنا عملناه ده الصفحه اللي احنا عملناها دي لو حبينا نعمل قائمه محتويات انا هنزل بس كنترول انتر كده عشان اجيب صفحه جديده خالص وهروح في قائمه ريفرنسز وتيبل اوف كونتنت وبختار اول واحده اللي هي اوتوماتيك تيبل 1. فهو جاب لي بالشكل ده بس عامل لها محاذاه بوم، هو عمل محاذاه كده. كده انا عندي قائمه محتويات ادي عنوان الفرع الاول وعمل هو كده تاب لجوه، عنوان فرع 2 عنوان فرع 3 بالشكل ده. فدي قائمة المحتويات وكلهم في صفحة واحدة. احنا لو جينا كده عملنا العنوان الفرع 2 ده هنخليه في صفحة بعد كده تانية بالشكل ده. انا كده غيرت بس خلاص الصفحات وجيت على قائمة المحتويات وهضغط على تحديث الارقام كده. حضراتكم لاحظوا معايا اللي هيحصل في ارقام الصفحات، هعمل كده عمل ايه غير ارقام الصفحات بشكل آلي. فبالتالي كده حضرتك مش هتحتاج ان انت كل بعد ما تخلص البحث بتاعك تبدا ترجع تعدل في الصفحات، هي بشكل اوتوماتيك بيبدا يديتكت او يفهم العنوان ده في صفحه كام ويبدا يصلح الحاجه بتاعته. كده انا عملت قائمه المحتويات. يبقى احنا كده خلصنا موضوع الانماط. الجزء الثاني سريعا في الوورد الخاص بالاقسام. الاقسام دي احنا بنستخدمها علشان نعمل اكتر من فصل، يعني اكتر من قسم في ملف واحد. انا هنا عامل الرساله بتاعت الدكتوره كلها في ملف واحد، فانا عندي هنا الفصل الاول مثلا ليه هيدر وفوتر مختلف عن الفصل الثاني. يعني الفصل الاول مكتوب هنا العنوان الخاص بالفصل الاول، لو ضغطت على انا بس عامل يعني بالشكل ده عشان تبقى سهله الوصول، لو ضغطت على الفصل الثاني هلاقي هنا في الراس وتسجيل الصفحه الخاص بيا
مختلف في الفصل الثاني بالشكل ده، وهكذا في كل الفصول، الثالث مختلف. فالموضوع ده احنا بنعمله، وهكذا ايضا الملاحق بهذا الشكل اهو، ادي الملحق وادي ايه راس الملحق مختلف يتناسب معاه. الموضوع ده احنا بنعمله من خلال الايه السكشنز او اضافه اقسام. اقسام ان انا بفهم الوورد ان الجزء ده مستقل تماما، ويتم تنسيق الهيدر والفوتر وترقيم الصفحات الخاصه بيه بشكل مستقل عن باقي الملف الموجود فيه. فبعمل الكلام ده من قائمه لي اوت، وباجي في اخر الصفحه، يعني انا في السكشن الاولاني، يعني هو بيعتبر الملف الوورد بتاعي كله على بعضه كده سكشن واحد. انا عايز اعمل سكشن جديد، فباجي بعد ما انتهي من الجزء الاول اللي هو الفصل الاول مثلا، باجي في اخر حاجه فيه واضغط، واجي في اخر الصفحه واقف بالمؤشر واروح في قائمه لي اوت وبعدين بريكس، بختار نيكست بيج. فهو بيعمل ايه؟ بيعمل انسرت ا سكشن بريك اند ستارت ذا نيو سكشن اون ذا نيكست بيج، يعني الصفحه اللي هتيجي التاليه هتبقى عباره عن سكشن مستقل. تمام، دي الجزئيه الاولى. الجزئيه الثانيه، علشان هو اوتوماتيك بيعمل حفظ لنفس التنسيقات الخاصه بالسكشن السابق، فاحنا بنيجي من قائمه هيدر اند فوتر وبضغط على لينك تو بريفيس، دي ما خليهاش اكتف علشان اقدر اعمل راس وتزيين مختلف لكل قسم. تمام كده. طيب انا الحقيقه سريعا هدخل على الجزء الثالث اللي هو التعامل بقى مع الاشكال. الاشكال اقصد بيها كل حاجه سواء صور او جداول. هو بيتعامل الوورد مع الاشكال المختلفه على انها اسمها فيجرز، سواء بقى جدول، سواء رسم بياني، سواء شكل ما رسمه صوره، ايا كان اسمها فيجرز عنده. واحنا بنعمل بقى جواها كذا كذا لاي اوت او كذا ليبل بنسميه احنا بقى قائمه الاشكال والجداول والرسوم البيانيه وهكذا. طيب علشان اعمل، انا عايز اعمل ايه حاليا؟ عايز اعمل ايه الان؟ عايز اعمل لما بحطت صوره واحط تحتها العنوان بتاعها وياخد ترقيم بشكل آلي، بحيث ان انا في اي وقت لو حبيت احذف صوره اضيف صوره ياخد الترقيم حسب الملف اللي انا موجود فيه. فانا بعمل الموضوع ده ازاي؟ باجي هنا كده، انا هاجي في الثاني ده، هنزل صوره، اعمل ادراج لصوره، اعمل انسيرت وبيكتشر وبعدين ليست فايلز، اجي بقى من على الديسكتوب بالشكل ده. كده انا عندي صوره. الصوره دي انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل لها ليبل، يعني احط تحتها شرح للصوره دي. فباجي ابقى واقف على الصوره، واقف عليها عامل سيلكت ليها، وبعدين اروح في قائمه ريفرنسز، هلاقي في جروب اسمه كابشنز. الكابشنز دي هاجي اضغط عليها واقول له انسيرت كابشن، انسيرت كابشن، هضغط في قائمة الليبل هنا. أنا كنت عاملهم قبل كده سابقا، لكن لو مش موجود عند حضرتك باختصار شديد جدا هتقول له نيو ليبل، وهتكتب الأشكال شكل أو جدول، يعني هكتب شكل أو جدول ورسم بياني أيا كان إيه اللي أنا عايز أعمله. فأنا موجود عندي هنا الإيه؟ الشكل، هضغط على شكل وبعدين هضغط على أوكي. عمل إيه؟ عمل كتب لي شكل واحد ومستنيني ابدا اكتب الايه. طبعا احنا كنا عملنا قبل كده فورمات الايه للكابشن، اجيبه بس اهو ده، عملته نسخ التنسيق وهضغط كده ليه في الوسط، في الوسط تمام. انا بس عملت توسيط للصوره وعملت توسيط للايه للكابشن اللي موجود عندي. اكتب بقى هنا كده شكل يوضح، وابدا اكتب ايه شرح. دكتور لو سمحت ممكن نتابع مع حضرتك عملي، يعني نفتح الوورد وحضرتك تقول لنا الخطوات واحنا نطبق، ولا ايه كده الواحد اتلخبط يعني؟ حضرتك ان شاء الله هنتيح الفيديو متسجل، حضرتك تقدري تطبقي يعني من الفيديو ان شاء الله، عشان وقت حضراتكم بس مش هينفع ننتظر كتير عشان وقت حضراتكم. طيب انا كتبت كده شرح الايه، شرح الايه الكابشن بتاع الايه الجدول الصوره بتاعتي. تمام، اللي احنا عملناه ده بالظبط هنعمله كمان على الجداول. يعني انا كده عملت شكل،
عملت ادراج لشكل. تاني اعيد الخطوات سريعا، عملت انسيرت وبعدين بيكتشر وبعدين جبت الصوره ايا كان مكانها ذيس ديفايس ورحت جبتها. تمام، خلينا نضيف واحده تاني. اهو كده ذيس ديفايس، صوره تانية اهي مثلا، برضو اعمل لها توسيط. طيب ده اللي احنا كنا عاملينه قبل كده، احنا لسه ما عملناش كابشن. اعمل، عايز اعمل كابشن للصوره دي، اعملها كابشن ازاي؟ بعمل سيليكشن للصوره، ببقى واقف عليها بالشكل ده واروح في قائمه ريفرنسز وبعدين انسيرت كابشن وبعدين اختار من الليبل الايه الشكل اللي انا عايزه. لو مش موجود زي ما قلت لحضراتكم بنضغط على نيو ليبل وبننزله. ضغطت على شكل فعمل لي بالشكل. طيب انا هنا مش المفروض كل مره ابدا اعمل الايه موضوع الستايل احنا قلنا عليه، فانا باجي هنا كده اعمل سيليكشن لده. احنا هناك كنا مسمينه ايه؟ تيبل اوف كونتنت. فين هاجي كده، ده معمول ستايل نورمال. اه هو لسه ما طبقناش الايه التيبل اوف كونتنت ده، فانا هعمل كده ابديت بالشكل ده. لما اجي بقى اعمل تاثير ده واخليه هنا، اختار من الستايل تيبل اوف كونتنت. فين تيبل اوف كونتنت؟ خلاص كده هيطبق عليها نفس الايه نفس الفورمات اللي احنا عاملينه هنا. تمام، انا بس اكبر شيء شويه وابدا اكتب برضو ايه شرح. تمام كده انا عملت ايه صوره اثنين. نعمل جدول نفس الخطوات بالظبط هنعملها على الجداول. انا هاجي بس انا متعمد ان انا هطلع فوق عشان اشوف هيديني ترقيم ايه. هاجي كده هنا عايز اعمل جدول، هعمل انسيرت جدول ايا كان الجدول المكتوب فيه ايه الباني بتاعته. انا عايز اعمل كابشن للايه للجدول ده، باجي اعمل سيليكشن على الجدول واروح في قائمه ريفرنسز واعمل انسيرت كابشن. المفروض المره دي ان احنا مش هنعمل شكل، هنعمل جدول. فاقول له جدول هنا متعرف عليه في البحوث العلميه ان الكابشن الخاص بالجدول بيكون اعلى الجدول، اعلى الجدول، لكن الاشكال بيبقى اسفل. انا عايز هنا اقول له above selection item وهقول له اوكي، فعمل لي الايه الكابشن بالشكل ده. هعمل له برده ستايل، ستايل بتاعي table of content اهو، فجابوا لي في النص بالشكل ده. شرح الجدول. تمام كده انا عملت تشيك جدول. حضراتكم ملاحظين ان هو بدا جدول رقم واحد، يعني اعتبر ان ده فيجرز جديد، نوع من انواع الاشكال جديد جدول، فبدا يديله ترقيم واحد. هنا انا عندي صوره رقم واحد، شكل رقم واحد، شكل رقم اثنين، كل حاجه منها مستقله تماما عن الايه عن بعضها، يعني الجداول مستقله عن الاشكال. تمام كده انا عملت ادراج لايه للكابشن سواء جدول او شكل. الخطوه المهمه اللي بعد كده عايزين نعمل قائمه الجداول وقائمه الاشكال. انا بس هعمل جدول تاني. تمام يا دكتوره سوزان في اي مشكله؟ تمام يا دكتور، يعني العرض شغال كويس بس للاسف في بعض النت مش عارفه ليه مش ظاهر عندهم. فوارد يكون ضعف النت عند الاساتذه يعني، او حضرتك ممكن توقف الشير وتعيده مره ثانيه، تشغل الشير ثاني. تمام كده دلوقتي هعمل ايه الخطوه الجايه؟ تمام الخطوة اللي جاية احنا دلوقتي كده عملنا التعامل مع الأشكال، عملنا شكل وكتبنا فيه الرسم أو الكابشن الخاص بيه وكلام ينطبق على الجدول برضو. تمام عملنا إضافة عنوان الشكل اللي هو ده، وعملنا تحديد مكان عنوان الشكل اللي هي سواء أعلى الشكل أو أسفله. الخطوة الثالثة المبنية على هذا الموضوع هي إنشاء قائمة بقى الأشكال. وزي ما قلت لحضراتكم أنا أقصد هنا قائمة الأشكال سواء جداول أو رسوم او اي حاجه اسمها من الليبل اللي احنا عملناها. ف
طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل انشاء قائمه الاشكال. باجي في المكان اللي انا عايز انزل فيه قائمه الاشكال واروح المره دي للريفرنسز. احنا المره اللي فاتت كنا رحنا في تيبل اوف كونتنت. الصوت لو سمحت. طيب انا دلوقتي عايز اعمل قائمه الاشكال من قائمه ريفرنسز برضو، لكن المره احنا عملنا قائمه المحتويات من تيبل اوف كونتنتس. المره دي هنعمل insert table of figures بقى، والمره دي هساله اختار انا عايز اعمل ايه، جدول ولا اشكال؟ عايز تعمل قائمه الجداول ولا قائمه الاشكال؟ خلينا في قائمه الاشكال الاول. تمام، وهضغط على موافق. عمل ايه؟ نزل لي شكل واحد، شكل اثنين، وبرده جاب لي الصفحه بتاعته بشكل ايه الي، دي صفحه 2 ودي صفحه 3، وطبعا برده كليكابل. يعني انا لو ضغطت على كنترول وضغطت على شكل واحد دي هيبدا يوديني فين؟ في الليبل الخاص بالشكل واحد ده. طيب نفس الكلام بالظبط على قائمه الايه، ده قائمه الاشكال. هضغط كنترول انتر عشان افتح صفحه جديده وهعمل قائمه الجداول برده نفس الخطوات ريفرنسز، وبعدين انسيرت تيبل اوف فيجرز. المره دي هختار جدول واقول اوكي. طبعا احنا ما عندناش غير جدول واحد فهيجيب لنا جدول واحد. كده انا عملت الايه الثلاث اشياء دول، عملت اضافه عنوان للشكل. تمام، بنراجع تاني اللي احنا عملناه. اخترنا نوع الليبل وبعدين عملنا له ادراب، وحددنا العنوان المكان اللي هنحط فيه الكابشن سواء اعلى او اسفل الشكل، وعملنا انشاء قائمه الاشكال من ريفرنسز، وبعدين انسيرت تيبل اوف فيجرز، وبعدين اخترنا سواء شكل او جدول او ايا كان ايه الليبل اللي حضرتك هتختاره، وبعدين نزل لنا بالشكل ده وعملنا له التنسيق او الفورمات اللي حضراتكم شايفينه عادي خالص مره واحده فقط. المهم او المميز في الموضوع ان هو بيوفر عليا ان انا في نهايه اعدادي للبحث مجرد ان انا بقول له ابديت، بيقول لي انت عايز تعمل ابديت للكونتنت للعناوين يعني ولا الارقام الصفحات فقط. فانا لو كنت غيرت اي عناوين ببدا اقول له الكونتنت او للمحتوى يعني الانترز، ولو عايز اعمل لارقام الصفحات فقط فبيبدا يعمل لي تحديث لارقام الصفحات. كده انا اتعاملت انهيت الجزء الخاص بالتعامل مع الجداول والاشكال. كده فاضل اخر جزء قبل ما نبدا الجزء الخاص بالتوثيق، اللي هي بعض اللي قلنا عايزين نعمل اضافه ايات قرانيه، وعايزين نعمل التعامل مع او انشاء الصور باستخدام برنامج مميز جدا اسمه سناجت، والحاجه الثالثه اللي هي انشاء كيو ار كود اللي هو زي اللي احنا كنا استخدمناه دلوقتي ده. تمام، مبدئيا الكيو ار كود اللي موجود قدام حضراتكم ده هو رابط نقدر نوصل له من خلال اجهزه التليفون المختلفه، من خلال التطبيقات الخاصه بقراءه الكيو ار كود، كيو ار كود ريدر. الرابط اللي قدام حضراتكم او الكيو ار كود رمز الوصول السريع اللي قدام حضراتكم ده هيوديكم لرابط في مجموعه البرامج ديات وغيرها مميزه جدا تفيد الباحثين ان شاء الله في اعدادهم لبحوثهم. طيب ازاي اعمل اضافه ايات قرانيه؟ في برنامج بسيط جدا احنا بنبدا نعمل له تنزيل اسمه مصحف المدينه المنوره، مصحف المدينه النبويه للنشر الحاسوبي. ده متاح على الانترنت، حضرتك بتعمل بحث للايه اللي انت محتاجها وبتضغط على نسخ الى الوورد مباشره فهو بينسخ. بالنسبه لبرنامج السناجت انا بس بسرع شويه عشان الجزء المهم الخاص بالتوثيق. الجزء الخاص ببرنامج سناجت ده برنامج مميز جدا خاص باعداد الايه الاشكال والصور. بعد ما بعمل له سيت اب لما بضغط على برينت سكرين من لوحه المفاتيح بيبدا يجيب لي الشكل ده كده. اقدر اعمل اخد لقطه من الشاشه اللي موجوده قدامي دي بالشكل ده كده، الجزء اقدر احدد جزء معين يبدا يفتح لي في البرنامج بالشكل ده. ابدا اعمل عليه تعديلات يعني مثلا الشكل قدام حضراتكم ده معمول بالكامل في برنامج سناجت الاسفل ديت، والكلام ده معمول كله في برنامج سناجت، فهو برنامج مميز جدا لو حضراتكم حابين تستخدموه بشكل اكبر. في شروح كتير جدا ليه على اليوتيوب، وفي حتى فيديو مشروح في بعض المكونات الخاصه بيه على القناه الخاصه بيه على اليوتيوب. تمام، نيجي بقى للجزء المهم الخاص بالتنسيق التوثيق. اسف،
التوثيق الحقيقة معظمنا كباحثين بيبقى عندنا مشكلة في إدراج السيتيشن في متن البحث وفي إعداد قائمة الملاحق في النهاية، يعني قائمة الملاحق المراجع العربية كده والأجنبية بالشكل ده، أنا أتكلم على الأجنبية بالتحديد. القائمة هذه القائمة دي لازم تبقى معمولة وفق نمط محدد، وليكن مثلا ABA style أو شيكاغو أو whatever، إيه هو الستايل اللي حضرتك عايز تستخدمه في التوثيق. فإزاي نقدر نعمل الموضوع ده citation في متن البحث، في متن البحث بالشكل ده وفي قائمة المراجع بشكل آلي باستخدام software. طيب ده خلينا نتكلم عن البرامج اللي بتتناول هذا الموضوع، وأشهرها برنامج سناجت، آسف أشهرها برنامج ميندلي. أفتحه لحضراتكم لحظة. كده دكتورة سوزان الدنيا واضحة ولا نكمل؟ لا الشير وقف. تمام الشير وقف، حاضر. نقطة ثانية بس دكتور حمزة، استأذن حضرتك دكتور حمزة يعني ما تجريش قوي، لأن الناس بعت لي على الخاص إن دكتور حمزة بيشرح بسرعة، فاستأذن حضرتك يعني بطيء شوية. طيب حاضر يا دكتور، حاضر. معذرة دكتور حمزة. دكتور حضرتك ما قلتش الجزء بتاع الباركود يا دكتور. نعم؟ الجزء بتاع الباركود. الجزء بتاع الباركود، نعم، حاضر. أشكر حضرتك على التذكير، هتكلم عنه حالا دلوقتي. تفضل يا دكتور. تمام هفتح بس الشير. تمام انا دكتور حمزه اشتغل في الشير. اتفضل. تمام كده الصوت واضح حضرتك؟ كمل. الصوت واضح. اتفضل دكتور حمزه، الصوت والشير واضح. اتفضل. طيب تمام، بس الجزء الاخير قبل ما نخش على البرنامج ميندلي اللي هو الخاص باعداد الكيو ار كود، اعداد الكيو ار كود، انا عشان اعمل الكيو ار كود اللي هو الكويك ريسبونس ده او الرابط الوصول السريع، انا ببقى محتاج يبقى معايا رابط اللي انا عايز اعمله مشاركه، يعني مثلا زي الرابط احنا كنا شغالين عليه من شويه اللي هو الخاص باستمارة التسجيل. تمام، اللي هو كان موجود معانا دلوقتي، اديه بس لحظه. الرابط ده نسخ الارتباط، انا عايز اعمل احول الرابط ده لكيو ار كود. ففي مواقع كتيره جدا بتخليك تحول الرابط لرمز وصول سريع لصوره زي اللي حضراتكم شايفينها قدامكم، وفي برنامج مميز جدا اسمه كيو ار كود ديسكتوب ريدر اند جنريتور. البرنامج ده او حتى كنت مجرب عليه دلوقتي الرابط، مجرد ان انا اخد الرابط بعمل جنريت مود كده. نعم البرنامج واضح يا دكتور احمد عندك؟ معلش يا دكتور حمزه الصوت مش واضح. الصوت مش واضح، هو الشير تمام يا دكتور حمزه، لكن هو الصوت بس يعني بعيد شويه، فاستاذنك بس تعلي الصوت شويه ويعني طيب استاذنك لما الصوت يبقى واضح يبقى بلغني كده. واضح طيب. كده الصوت. اتفضل يا دكتور حمزه، كده الصوت تمام. طيب تمام، احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل الكيو ار كود او رمز الوصول السريع. بقول لحضرتك لازم يبقى معاك رابط وبنحوله لصوره. فالرابط ده انا جبته خدت كوبي من الايه من المكان اللي انا عايزه، وبعدين في برنامج اسمه كيو ار كود ديسكتوب ريدر اند جنريتور، هبدا استخدمه علشان اطلع الصوره بتاعتي. فببدا اعمل اختار الاول جنريت مود اون بالشكل ده، وبعدين بعمل سايز سيتنج الخاص بالصوره نفسها عشان تحدد مساحه الصوره، بخليها مثلا 400 بكسل كده، وباجي هنا في الكيو ار كود تكست بضغط كنترول في اللي هو الرابط اللي معايا، مباشره بيعمل لي الايه الرمز الوصول السريع الخاص بيا، واقدر اعمل له سيف از واحطه على الجهاز الخاص بيا في المكان اللي انا عايزه. طيب
بالاضافه ان البرنامج ده بيستخدم استخدامات اخرى ان انا اقرا بيه كيو ار كود. يعني مثلا انا عندي صوره عايز اقرا الكيو ار الرابط بتاعها، فمثلا عندي صوره اهو خاصه بالكيو ار كود الخاص بالرابط البرامج اللي قلتها لحضراتكم عليها من شويه، عايزين نشوف الرابط بتاعها ايه، فهقول له اوبن، فجاب لي الايه الرابط الخاص بالصوره دي. فاذا البرنامج ده مميز جدا، حضرتك تقدر تعمل بيه قراءه او جنريت او انشاء للايه الكيو ار كود اللي نقدر نستخدمه. بس طيب. الشهاده دكتور حمزه برضو اللي احنا عاملينها نفس الوضع يعني. تمام الشهاده بتاعتنا موجود فيها الكيو ار كود بتاعنا. تمام كويس خالص. طيب نيجي بقى لاهم جزء الحقيقه اللي هو الخاص بيه التوثيق. زي ما قلت لحضراتكم من شويه انا عايز استخدم برنامج يساعدني في التوثيق سواء في متن البحث او في نهايه البحث. تمام الحقيقه في كده المشاركه واضحه دكتور احمد. احمد ايوه دكتور حمزه. تمام اتفضل حضرتك. اتفضل ظهر الشاشه. اتفضل اتفضل مقدمه عن التوثيق وادوات برامج التوثيق. اتفضل. تمام ال البرنامج اللي هو خاص بالتوثيق بقى في برامج كتيره زي ما بقول لحضراتكم، اشهرها كلنا بنعرف الاند نوت وزوتيرو ومندلي وغيره كتير. الحقيقه البرنامج اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي برنامج مميز جدا وسهل ومجاني بالكامل، وبيتيح لكل اللي معايا اكونت او يعني يقدر احنا كباحثين نقدر ندخل من شبكه الجامعات سواء المصريه او العربيه بمجرد دخولك على المندلي او انشاء الحساب الخاص بيك على مندلي من داخل شبكه الجامعيه من داخل شبكه الجامعه الخاصه بيك. هو بيديك مساحه اضافيه غير المساحه الايه المجانيه، وهقول لحضراتكم بعد شويه مساحه يعني هنعمل بيها ايه بالظبط. فاذا هتكلم دلوقتي عن برنامج اسمه مندلي. المندلي ده هو برنامج مجاني لاداره المراجع، اسسه 3 طلاب دكتوراه المان سنه 2007، وبعدين اشتريتهم دار النشر الشهيره السيفير، شارت منهم الايه البرنامج ب 50 مليون يورو ما شاء الله يعني ربنا يبارك له. طيب فده البرنامج متاح مجانا بتتيحه دار النشر اللي هي السيفير، طبعا دار نشر كبيره ومشهوره. تمام ازاي ايه هي المنصات المتاحة عليها برنامج مندلي؟ مندلي متاح على معظم نظم التشغيل سواء ويندوز او ماك او لينكس او حتى اجهزة الموبايل المختلفة. متاح على معظم او اشهر المتصفحات كروم، فايرفوكس، اوبرا، ايدج دلوقتي وهكذا، كل المتصفحات المشهورة متاح عليها وبيستخدم عليها بسلاسة وبشكل كامل يعني. طيب فهو هنا اعطيني امثله لده شكل الديسكتوب وده شكل للويب وده من على التابلت او التليفون. دي كلها اشكال اتاحه الايه المندلي بتاعي. طيب ازاي ابدا؟ انا عايز استخدم مندلي دلوقتي ابدا ازاي؟ حضرتك تروح تضغط تخش على موقع ايه المندلي وتعمل ساين اب عادي جدا وتعمل اكونت على الموقع باستخدام اي بريد الكتروني، لا يشترط بريد الكتروني رسمي، على الجيميل على الياهو على او حتى على المؤسسه الخاصه بحضرتك. بعد ما بتعمل انشاء لهذا الاكونت ببدا اعمل داونلود للفيرجن الخاص بالبرنامج ده المندلي على الديسكتوب بتاعي على الجهاز الخاص بيا سواء بقى ايه جهاز بتاع ويندوز او ماك او لينكس او واتيفر ايه النظام التشغيل الخاص بيا. تمام طيب بمجرد ما بعمل الكلام ده دي نسخه الايه البرنامج على الديسكتوب، دي نسخه اللي موجوده عندي اللي شغال عليها. حضرتك بتسجل عليها دخول يعني انا بعد تاني خطوات، اول خطوه بخش على الموقع الرسمي بتاع المندلي وبعد بسجل ايه بسجل اكونت عليه. هدخل اوري حضراتكم دلوقتي حالا ده الموقع الرسمي بتاع المندلي اهو mendly.com، دخلت عليه على جوجل عادي كتبت مندلي. فاخترت اول نتيجه بحث اللي هي مندلي ريفرنس مانجمنت سوفت وير اند ريسيرشر، ضغطت عليها بالشكل ده
وبعدين هقول له create a free account. تمام، ببدا اسجل بريد الكتروني وابدا اكمل معايا الخطوات. بعد كده بعد ما بعمل الخطوات دي، وزي ما قلت لحضراتكم هو شركه السفير هي اللي صاحبه الايميل دي دلوقتي. تمام، بعد ما بخلص التسجيل انا بس هوري حضراتكم موضوع الايه، ان انا اعمل داونلود للايه الريفرنس للمندلي الخاص بالديسكتوب. هلاقي هنا في داونلود اهو، بضغط على داونلود بيبدا يقول لي انت عايز تعمل داونلود لايه بالظبط، ويندوز. استاذ حضرتك بس نقفل الصوت. بعمل داونلود لنسخه المندلي على الديسكتوب بتاعي، وبعد ما بعمل الكلام ده ببدا اعمل تسجيل دخول على المندلي من خلال الجهاز. طيب انا بسجل الدخول على المندلي على نسخه الديسكتوب مره واحده بس على الجهاز، وبعد كده بقدر اشتغل بيها اوفلاين زي ما انا عايز، وبمجرد اتصال الجهاز الخاص بيا بالانترنت بيبدا يعمل تزامن او بيبدا يعمل نقل الملفات اللي انا حطيتها على النسخه بتاعتي على ديسكتوب ابلكيشن على الويب ابلكيشن تبقى موجوده عندي في الكلاود. تمام، وده الجزء اللي كنت بقول لحضراتكم عليه، ان هو بيديك مساحه اضافيه. المساحه الحساب العادي بيدي تقريبا جيجا، لكن الحساب اللي بيبقى دخل من خلال شبكه الجامعات بيدي مساحه 100 جيجا للحساب طبعا، وطبعا اقدر اعمل اكتر من ايه من اكونت. طيب كده احنا عملنا المفروض سيت اب للايه للمندلي على الجهاز. الخطوه الثانيه مباشره نرجع تاني للشرح بتاعنا. زي ما قلت لحضراتكم احنا هنتناول المندلي من خلال ثلاث حاجات، النسخه الخاصه بالديسكتوب والنسخه الخاصه بالويب، وازاي ابدا اعمل استخدم المندلي في السيتيشن سواء في متن البحث او في نهايه البحث في قائمه المراجع. الديسكتوب فيرجن زي ما قلت لحضراتكم بعد ما بعمل سيت اب، تمام، بيبقى ده شكل الملف، شكل البرنامج بتاعي، مكون من ثلاث اجزاء. الجزء الاول اللي هو فيه مجموعه مجلدات، تمام، وهنتناولها بالشرح بعد قليل. والجزء الخاص بالملفات الموجوده في الملف اللي انا واقف فيه، يعني انا واقف هنا في المجلد اسمه All Documents، يعني كل الملفات اللي موجوده عندي. هنا بدا يستعرض لي كل الملفات اللي موجوده عندي، وهنا انا عامل سيليكشن لملف معين بيبدا يجيب لي شويه تفاصيل خاصه بيه. اللي هي الديتيلز بتاعتي اللي بتبقى موجوده معايا، الديتيلز دي تفاصيل اقدر اضيف اللي انا عايزه زي ما هنشوف بعد شويه. تمام، انا بقى عايز اعمل اضافه. انا كده المكتبه بتاعتي كل واحد من حضراتكم لو حب ينزل يعمل سيت اب للديسكتوب ابلكيشن الخاص بمندلي هيلاقي الملف بتاعه، هيلاقي المكتبه بتاعته فاضيه خالص. فعايزين نعمل اضافه ابحاث او مراجع جوه المكتبه بتاعتي، فبنعملها منين؟ بنعملها من قائمه فايل. في بقى كام خمس طرق مختلفة لإضافة المراجع. أول طريقة إن أنا بعمل add files. add files إن أنت بتبقى عندك ملفات PDF أو حتى ملفات أنت هتستخدمها في التوثيق موجودة عندك على الجهاز، تقدر تعمل selection لأكثر من ملف، أو تقدر تعمل selection لـ add folder، يعني مجلد بما يحتويه من إيه؟ من ملفات من على الجهاز. الطريقة الثالثة ودي جميلة جدا، إن هو بيعمل watch folder، يعني بيبدا يعمل سيرش على كل ملفات البي دي اف اللي موجوده عندك على الجهاز، وتقدر تعمل لها ادراج للمكتبه مباشره. الخطوه الرابعه او الطريقه الرابعه لادراج مراجع داخل مكتبه مندلي، ان انا اقدر اعمل اد انتري مانيولي، ان انا ابدا اسجل المرجع بشكل يدوي، يعني انا اللي اكتب العنوان والمؤلف والسنه وهكذا، وهذه التفاصيل. ودي غالبا احنا هنستخدمها في لو هنستخدم المراجع باللغه العربيه، علشان مش متاح قواعد بيانات كبيره وكتيره نقدر ننزل بيها ملفات لغه عربيه معمول فيها موضوع الايه البيانات الوصفيه او الميتا داتا الخاصه بالملف، علشان يقدر يعمل لها ادراج في المكتبه بتاعتي. فدي غالبا احنا بنستخدمها في الايه ادراج المراجع للغه العربيه في المكتبه الخاصه بي. الطريقه الرابعه دي من مميزات قوه مندلي، ان انا اقدر اعمل امبورت ل ملفات من برامج اخرى، يعني انا اقدر انزل ملفات من الاند نوت
ومن الريسيرش انفورميشن سيستمز والزوتيرو، واقدر استخدمها او اضيفها مباشره داخل المكتبه الخاصه بي. تمام كده، خمس طرق لاضافه الملفات او المراجع داخل المكتبه. تمام، الجزء الثاني بقى نبدا نشرح. انا عملت بعد ما عملت اد بالطريقه من الخمسه اللي احنا قلنا عليهم، اقدر اقف على الحاجه اللي انا عايز اعمل عليها، واقدر اعدل عليها في الايه، في التفاصيل او الديتيلز دي، اقدر اضيف حاجات معينه. من ضمن الحاجات الجميله ان انا اقدر اعمل حاجه اسمها تاج. تاج يعني احنا بنستخدمها في السوشيال ميديا، ان انا اقدر اعمل تاج للبحوث، ان انا مثلا بمصطلح فاكتب الديفينيشن او اكتب البيرسونال ليرنينج انفايرمنت على الملف ده، فبالتالي بعد كده لما احب اعمل سيرش على الحاجات المرتبطه ببعضها، فبقول له فلتر باي تاج باي تاجز، فبيجيب لي بقى التاجز اللي موجوده عندي، وابدا اوصل. ده يسهل لي او يسرع لي موضوع البحث والوصول للملفات بتاعتي اللي انا ببقى مقسمها بشكل ما. تمام كده، دي اول جزء في الديسكتوب ابلكيشن الخاص بمندلي، وهو اضافه المراجع في المكتبه. طيب الجزء الثاني الخاص بالمجلدات اللي قلت لحضراتكم عليها من شويه، اللي هي موجوده هنا ديت، الاول دوكيومنتس والريسنتلي ادد، اهو عامل لك شرح ليهم. الاول دوكيومنت لما بضغط عليها بيجيب لي كل الملفات الموجوده في المكتبه بتاعتي، بغض النظر هي موجوده فين في المجلدات. تمام، دي بنستخدمها غالبا لما احب اعمل سيرش على حاجه معينه في كل البحث، في كل المكتبه بتاعتي عايز اعمل سيرش، فبختار اول دوكيومنتس وبعدين بعمل سيرش على كل الاشياء اللي موجوده عندي. طيب المجلد اللي بعده اللي هو ريسنتلي ادد، اللي هي بيجيب لي اخر ملفات تم اضافتها في الاسبوعين السابقين، وبعدين الريسنتلي ريد اخر ملفات تم قراءتها، وبعدين الفيفوريت انا اقدر اعمل احول او احط اي مرجع من دول في قائمه المفضلات بحيث ان انا اقدر اوصل لها بشكل سريع. اخر حاجه الايتمز النيد الريفيو، بيبقى احيانا في بعض الملفات بتبقى محتاجه تتعمل لها مراجعه او اضافه او تحديث الايه، البيانات الوصفيه الخاصه بيها، ودي هنشوفها بعد شويه ان شاء الله. طيب كده احنا عملنا الاضافه واتكلمنا عن المجلدات. الجزء اللي بعد كده الخاص بالبحث، وفي ميزه قويه جدا في البرنامج ان هي ان انا اقدر اعمل بحث، مش بس يعني ليس فقط البحث على العناوين الخاصه بالملفات، بل ايضا يعني بيمكنني ان انا اعمل بحث داخل الملفات نفسها، يعني داخل الملفات البي دي اف اللي معايا في المكتبه بتاعتي اقدر اعمل عنها بحث للوصول لشيء معين انا ببحث عنه. تمام، ببدا اختار انا عايز اعمل بحث فين بالظبط اول حاجه، وبعدين ببدا اكتب مفردات البحث اللي انا عايز ابحث عنها، وبضغط انتر فبيبدا يجيب لي النتائج البحث الخاصه بيا. وبعد ما بنهي هذه الخطوه اقدر اعمل كلير عشان امسح الـ يعني عمليه البحث، وابدا اعمل بحث جديد او اعمل اي حاجه جديده. يبقى دي كده عمليه البحث داخل ايه، البرنامج ديسكتوب ابلكيشن. ايضا من المميزات القويه جدا في البرنامج، ان هو يعني وجود قارئ داخل البرنامج. يعني انا احنا هنا نزلنا في المجلدات بتاعتنا ملفات، الملفات دي قد تكون بي دي اف، اقدر اعمل اتصفح الملفات دي داخل البرنامج، ومش محتاج ان انا اطلع بره خالص ولا افتح ادوب ريدر ولا افتح على البراوزر او اي مكان تاني. يعني اقدر اعمل استعراض الملفات الخاصه بيا من داخل البرنامج نفسه، فدي ميزه من مميزات البرنامج ان انا اقدر اعمل تصفح للملف البي دي اف الخاص بيا. ده مش كده وبس، اقدر اعمل يعني هايلايت على اجزاء محدده داخل البحث، واعمل كمان نوتيشن او يعني ملاحظات اقدر اكتبها على اجزاء محدده داخل البرنامج، اقدر اوصلها بمجرد الضغط على الايه، البرايفت انوتيشنز اللي موجوده عندي في قائمه النوتس اللي موجوده هنا، فاقدر اوصلها بشكل سريع. هنا بقى ده كده يبقى وفر عليا ان انا الملاحظات الخاصه بيا وكل ما يخص البحث في مكان واحد. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم من شويه ان هو بيعمل تزامن للكلام ده كله، فلا قدر الله حصلت مشكله في الجهاز او غيره، كل حاجه موجوده على الكلاود في الحساب بتاعك تقدر تنزلها تاني بشكل ايه، بشكل سلس وسهل جدا. طيب كمان
في مشكله بتواجهنا كباحثين ان انا ببقى منزل منزل البحث او ملف اكتر من مره، فعامل دوبليكيشن او في تكرار كتير عندي في الملفات، ملفات مكرره موجوده معايا نزلتها اكتر من مره. ففي خاصيه رائعه في البرنامج ان انا من قائمه تولز اعمل تشيك فور دوبليكيتس، بيبدا يجيب لي الملفات المكرره وابدا اعمل لها ميرج او جام، بحيث ان هي ما تبقاش مكرره عندي في الايه في المكتبه بتاعتي. كمان خاصيه مميزه جدا موجوده في المندلي وهي المنظم، اللي هي بيعمل اعاده تسميه الملفات بتاعتي. انا عندي مثلا 1000 ملف بي دي اف جوه المكتبه الخاصه بيا، تم تسميتها بشكل مختلف، اقدر اعمل لها اعاده تسميه بالشكل اللي انا عايزه. يعني اقدر احد اخلي كل ملفات مثلا يرتبها لي في مجلدات بالسنين الخاصه بيها، او بالمؤلفين، او بدور النشر، او بالتوبك اللي انا يعني باكتر من ايه من شكل. انا اقدر احدده يعمل لي اعاده تنظيم لكل الملفات اللي موجوده عندي في المكتبه. بنوصل لها منين؟ من قائمه تولز وبعدين اوبشن، بيفتح لي الاوبشن بالشكل ده، بختار فايل اورجانيزر، ببدا احدد المكان اللي هحط فيه الملفات الخاصه بالمكتبه بتاعتي على الديسكتوب، وببدا اختار الايه طريقه الايه طريقه تسميه المجلدات او طريقه تسميه الفايلز داخل المجلدات، وبضغط على اوكي بيبدا ينفذ الكلام ده بالشكل ده. دي اشكال، دي اسماء الملفات قبل التعديل، ودي اسماء الملفات بعد التعديل، تسميها ادي بالاسم المؤلف غالبا والسنه ودار النشر والعنوان وهكذا. فدي كل المميزات العظيمه جدا الموجوده في برنامج مندلي الخاص بالديسكتوب. تقريبا هي موجوده في الويب. تمام، يهمني دلوقتي ان انا اتناول الجزء الخاص باستخدام المندلي داخل برنامج الوورد، ودي اهم جزئيه احنا هنستخدمها ان شاء الله. نشوفها الاول هنا وبعدين نبدا نطبقها. طيب، اول حاجه في قائمه ريفرنسز، لو حضرتك مش منزل البرنامج قبل كده هتفتح قائمه ريفرنسز بالشكل ده، مش هتلاقي فيها ايه اي حاجه ليها علاقه بمندلي. هتلاقي الجروبس بتاعتنا، تيبل اوف كونتنت اللي استخدمناه شويه، فوت نوتس، ريسيرش، سايتيشن اند بيبلوجرافي، ودي بالمناسبه طريقه اخرى للتوثيق باستخدام الوورد نفسه، والكابشن برضو اللي احنا استخدمناها. لكن مفيش اي حاجه ليها علاقه بالمندلي، مفيش اي بلوجن او اضافه خاصه بالمندلي. اضغط على من البرنامج بتاعي الديسكتوب ابلكيشن الخاص بيا، بضغط في قائمه تولز وبضغط الاقي حاجه اسمها انستول ام اس وورد بلجنز، انستول ام اس وورد بلجن، فيبدا يعمل لي تنزيل. قال لي كده تم التنزيل بشكل ناجح. اخش على قائمه ريفرنسز تاني، هلاقي ضاف لي جروب اسمه مندلي، هلاقي بقى ده اللي هنقدر نستخدم بيه الايه التوثيق داخل برنامج الوورد. تمام، طيب عايز اضيف، انا عندي بكتب في البحث بتاعي مت اهو، عايز اضيف جنب احنا بنكتب عرفه مثلا هارملين، وعايز هنا اعمل بين قوسين المفروض اكتب هارملين بالانجليزي وبعدين كوما وبعدين السنه. تمام، فانا عايز اعمل القصه دي بشكل آلي باستخدام مندلي، فبحط الكرسر في المكان المظبوط اللي انا عايزه، وبعدين اضغط على قائمه ريفرنسز وبعدين انسيرت سايتيشن، وبيجيب لي المربع الحواري ده. لو انا عارف اسم المؤلف او اسم البحث ببدا اكتبه، او الاسهل منها ان انا اضغط على جو تو مندلي مباشره. فلما بضغط على جو تو مندلي بيبدا يجيب لي المكتبه بتاعتي بالشكل ده، ابدا اعمل سيليكشن او اقف على اعمل تحديد للمرجع اللي انا عايز استخدمه، وهلاقي ظهر لي هنا زرار جديد اول مره يظهر معايا اسمه سايت. ده مش موجود معايا في المكتبه من البدايه، يعني انا لو فتحت المكتبه من على الديسكتوب مش هلاقي زرار سايت. ده زرار سايت ده بيبقى موجود فقط لما بستدعي او لما بفتح المكتبه من داخل الوورد. بمجرد الضغط على سايت هيبدا ينزل لي ايه هيبدا ينزل لي سايتيشن جوه الوورد بالشكل ده. يبقى عملت سايت، ضاف لي الايه تمام. ده كده مش كده وبس، احنا ممكن نجرب الجزء ده كده. احنا ممكن نجرب الجزء ده مع بعض.
دكتور احمد الصوت واضح والديسكتوب شغال واضح. اه اتفضل يا دكتور محمد. تمام. اه شبيه حضرتك اتفضل يا دكتور. تمام. هنفتح ملف الورد اللي احنا شغالين عليه برضو ده من بدري. عايز اضيف هنا توثيق. تمام. خلاص احنا من داخل برنامج المندلي روحنا في قائمة تولز وعملنا انستول ايه؟ انستول ام اس وورد بلجن. عشان احنا عاملين لها انستول فهنا مكتوب لي ان انستول. تمام. طيب بعد ما بعمل انستول هفتح الوورد هقف في المكان اللي انا عايز اضيف فيه المرجع بتاعي واروح في قائمه ريفرنسز هلاقي الجروب الخاص بي مندلي هعمل انسيرت سايتيشن فتح لي المربع الحواري ده زي ما قلت لحضراتكم انا لو عارف العنوان او المؤلف ابدا اكتبه او اروح اقول له جو تو مندلي مباشره ففتح لي المندلي. لاحظ معايا جاب زرار سايت انا هعمل اختار اي واحد دلوقتي واعمل سايتيشن وبعدين هنرجع تاني. طيب كويس ان احنا فتحنا مرجع بالشكل ده وجاب لي الايه الشكل المربع الحواري الاصفر ده بيقول لي ان المرجع ده عايز يتحدث عايز يتعمل له ريفيوينج للايه للديسكريبشن داتا بتاعته فبقول له سيرش في وجود انترنت لو حضراتكم لاحظتوا بدا ينزل تحديث للبيانات الخاصه بيه نزل لي الابستراكت ده جديد ونزل الجورنال بشكل صحيح واقول له كده الدنيا تمام مظبوط اقف عليها واضغط على سايت هيعمل ايه هينزل لي الايه السايتيشن داخل الايه البحث بتاعي كده. طيب هو كتب لي واحد ليه بقى عشان انا مش محدد الستايل اللي انا هستخدمه هنا ايه هو كان متحدد اقدر اختار الايه بقى الستايل اللي انا عايزه احنا هندور على الاي بي اي مثلا 6 اديشن او حاجه او 7 حتى دلوقتي نزله عادي جدا اعمل اي بي اي امريكان اهو ده الاي بي اي 7 اديشن اقول له يوز تمام هو كده استخدم ايه استخدم ال7 اديشن هو نزلهم كلهم بس كان عامل تحديث بس كده السيفن اديشن حضرتك السلام عليكم معلش ببساطه دكتور حمزه انا اسفه المقاطعه ممكن حضرتك تقفل الشير وترجعه تاني عشان بس الشاشه سودة حاضر طيب يا دكتور احمد احنا كده تمام اه دكتور اتفضل احنا شايفين حضرتك كويس ممتاز هو بس طيب. الشركه كان وقف ورجع تاني يا دكتور بعد حاجه عملت طيب كده تمام اه لا تمام اتفضل يا دكتور حمزه تمام احنا كده وصلنا لغايه فين ان احنا عايزين نعمل اضافه سايتيشن في متن البحث عملناه ازاي جيت وقفت في المكان اللي انا عايز انزل فيه السايتيشن بتاعي وبعدين رحت في قائمه ريفرنسز وفي الجروب الخاص بالمينلي ضغطت على انسيرت سايتيشن وبعدين جو تو ماي جو تو مندلي دخلني على المكتبه بتاعتي هقف على البحث اللي انا عايز استخدمه وقلت لحضراتكم الجزء الخاص ده عشان عايز يحدث بس البيانات هحدثها بالشكل ده تمام بيحدثها بيعمل سيرش على الانترنت وبيجيبها اضغط على سايت بدا ينزل لي على طول مباشره الايه السايتيشن بتاعي بالشكل ده طبعا احنا بنكتب يعني عندنا هنا في مصر بنكتب كمان الاسم المؤلفين باللغه العربيه هنا كده يعني بكتب هنا كده اسبن اند اسبن يعني على حسب بقى الاماكن اللي بتتنشر فيها اسبن شامبن شامبن كده تقريبا تمام بنكتب بالشكل ده يبقى انا كده كتبت اسم المؤلف في متن ايه عملت اضافه لمرجع معين في متن البحث طيب قائمة المراجع بقى المفروض ان هي مكانها الطبيعي فين في الاخر اجي كده في اخر صفحة كنترول انتر يجيبني في الصفحة الاخيرة واكتب بس قائمة المراجع خليها باللغة الانجليزية هنضغط في برضو في قائمة ريفرنسز المرة دي هنضغط على انسيرت بيبلوجرافي فهينزل لي بشكل اوتوماتيك الايه قائمة المراجع بشكل آلي طيب طبعا اللي حضراتكم شايفينه ده انا كنت عامل الشكل ده بشكل يدوي فطلع لي الايه الحاجات دي بالشكل ده طبعا يتم تعديلها عادي جدا زي ما انا عايز
انا هكمل تاني كده. احنا عملنا ايه؟ هو الشير واقف يا دكتور حمزه. ايوه نعم كان الشير واقف يشتغل تاني. اتفضل. تمام كده. طيب اتفضل. اللي احنا عملناه من شويه ان احنا عملنا اضافه لمرجع. الدمج اقصد بيه ان انا اقدر اعمل دمج لاكتر من مرجع في نفس الوقت، بمعنى ان انا لو انا في الشغل بتاعي عايز اعمل بحثين في نفس الوقت بالشكل ده، هجيب المتن كده، عايز اضيف مرجعين هنا مش مرجع واحد، فانسيرت سيتيشن دكتور فوتو مينلي. اتفضلي حضرتك. المفروض لما بعمل في متن الرساله باكتب رقم الصفحه اللي انا بقتبس منها، فهل ممكن اعمل تعديل بما ان السيتيشن هو اخدها على طول من الملف بتاع ميندلي، ولا اعمل ايه؟ تمام، حالا هوري حضرتك دلوقتي. انا دلوقتي بتكلم على موضوع الدمج، انا هعمل اكتر من مرجع في نفس الوقت. اتفضل يا دكتور احمد. بس انا استاذن بس جميع الاساتذه، بس يعني نخلي الاسئله في الاخر بحيث بس يعني بقيه الدكاتره ما تشتتوش بس مننا. تمام. يعني اي سؤال ممكن ندونه، ونفتح باب الاسئله كده. هنفتح باب الاسئله ان شاء الله، وهنجاوب على جميع الاسئله ان شاء الله، ده بعد اذن حضرتك وبعد اذن الاساتذه. تمام يا دكتور. انا كده خلاص اخترت المره دي اكتر من ايه، من مرجع بالشكل ده اهو. خلينا اختار كل المراجع دي وهقول له سايت كده. المفروض هيجيب لي ايه؟ جاب لي بقى كل دول عشان فيهم بس مرجع عربي، جابه لي بالشكل ده. لكن انا ببقى مظبط الموضوع، بيبقى بيجيب لي اكتر من مرجع. عمل لي هو ايه؟ المرجع الاولاني، وبعدين فصلة منقوطة، المرجع الثاني فصلة منقوطة، الفصل الثالث، وهكذا. طيب نجاوب بالمره دام احنا موجودين هنا على سؤال الدكتوره. انا دلوقتي عايز اكتب رقم الصفحه، هو كاتب لي اسم اسامي اسم المؤلفين والسنه، عايز اضيف هنا كده رقم الصفحه. طبعا هو مش هيعرف رقم الصفحه لوحده، فانت لازم حضرتك تضيفيها بايدك. فانا هضيف رقم الصفحه كده، هعمل فاصله. ايوه فاصلة، وبعدين مسطرة، وهكتب رقم الصفحة بتاعتي. تمام؟ حضرتك لاحظ معايا، أول ما ببدأ أخرج من المكان ده بيجيب لي رسالة بيقول لي تم إجراء تعديل، هل حضرتك عايز كيب مانيوال إيديت ولا أندو؟ فأنا هقول له كيب. خلاص كده هو تقبل الإيه؟ التعديل اللي أنا عملته ده. وطبعًا ده إحنا ما بنذكروش في الإيه؟ القائمة المراجع اللي في الآخر. منطقي جدا او طبيعي ان احنا واحنا في قائمه المراجع بتاعتنا ما بنستخدمش ايه رقم الصفحه. حضرتك لاحظ معايا ان هو عمل تحديث لايه؟ لقائمه المراجع بالجزء اللي احنا دخلناه مؤخرا، ايه وتم ادراجها في قائمه المراجع بشكل الي. يعني هو عمل ريفرشمنت ونزل كل المراجع اللي نزلتها بشكل ايه؟ بشكل الي لوحده. طيب اللي بعد كده هنكمل. خلاص احنا قلنا موضوع التعديل ده. تمام. القائمة برضه عملناها اللي هي البيبلوجرافي الأخيرة. تمام. وده اللي حصل هنا في الملف بالشكل ده. ده اتعمل بهذه الطريقة، تم التحديث وتم إدراج كل إيه؟ كل المراجع دي بشكل آلي. أنا كباحث هستفيد إيه من الموضوع ده؟ هستفيد إن هو مفيش أي مرجع هيكون موجود في متن البحث مش موجود في قائمة المراجع، والعكس. يعني كل المراجع الموجودة في متن البحث هتكون متطابقة تماما مع قائمة المراجع اللي موجودة عندي في الايه؟ في نهاية البحث الخاص بي. بالاضافة الى ذلك اقدر اعمل تحديث للستايل وفق المكان اللي انا هقدم فيه الشغل بتاعي. يعني انا لو قدمت الشغل ده في مكان ما وقال لي لا احنا الستايل اللي احنا بنستخدمه واتفر اي حاجة شيكاغو اي حاجة، اقدر باختصار بسهولة شديدة جدا ان انا اغير بس الستايل اي تريبل اي مثلا، بغير الستايل وهو اوتوماتيك بيقول لي عشان انا بس كنت فاتح اكتر من مكتبه، فاقول له اوكي ماشي. تمام. بيعمل ريفرش بس الملف كبير شويه. انا بس عايز اشوف التغيير اللي هيحصل على قائمه المراجع وعلى المتن. تمام. غير اهو قائمه المراجع بتاعتي، غير قائمه المراجع خليها بالشكل ده، والمتن برضو اتغير بقى بالاي تريبل اي بشكل الي على البحث
ككل، وانا ما احتجتش ان انا ابدا اعمل تعديل على مرجع مرجع. انا كده انتهيت من الجزء الخاص بمندلي وانتهيت من الموضوع الخاص بالمحاضره النهارده. اتمنى ان شاء الله ان انا اكون افدت حضراتكم ببعض المعلومات، وشكرا جزيلا. ولو في اي تساؤلات يا دكتور احمد مع حضرتك اتفضل. لو سمحت يا دكتور عندي سؤال لو سمحت. دكتور احمد. ايوه استاذ دكتور حمزه. اولا احنا بنشكر الاستاذ دكتور حمزه القصبي استاذ تكنولوجيا التعليم بجامعه القاهره على المجهود والجهد المبذول بصراحه. ثانيا دكتور حمزه يعني هو ما شاء الله يعني جهدي ما شاء الله يعني عن نفسي انا على مستوى الشخصي استفدت حاجات كتير جدا جدا، في حاجات ما كنتش اعرفها تعلمتها من حضرتك، فما شاء الله يعني مشكور دكتور حمزه والله. عرفت احب الاسئله دكتور حمزه استنحك بس يعني يعني سؤال كده يعني لو حد عنده اي سؤال يتفضل، بس يعني يكون في ترتيب او نظام بس في الاسئله دكتور حمزه. أستاذ حضرتك دكتور أحمد أرجو الدكاترة الأفاضل يتم بس رفع الإيد عشان يسهل علينا إن إحنا نقدر ناخد الأسئلة والدكتور حمزة يقدر يجاوب عليها. معانا أول دكتورة إيمان، ممكن تتفضل. دكتورة إيمان بس حضرتك رفع ايدك ممكن تتفضلي لو عندك حضرتك استفسار. تفتح المايك بس يا دكتوره عشان يكون مقفول مش واخده بالك. طيب هي نزلت ايد واضح في مشكله. طيب معانا دكتوره ايمان جلال، اتفضلي يا دكتوره. كم برزنتيشن وكعرض وككم معلومات رائع. بشكر حضرتك جزيلا على هذا العرض. أنا بس بتمنى أن المحاضرة تكون متسجلة فيديو علشان الكل يستفيد ويبدأ يطبق عملي. أشكركم. طيب وفعلا يا فندم المحاضرة إن شاء الله متسجلة فيديو، وإن شاء الله يتم نزول الرابط إن شاء الله على جروب المؤسسة على الواتساب وعلى صفحة المؤسسة إن شاء الله. ماشي دكتورة سوزان، لو في سؤال تاني دكتورة سوزان. هو ما فيش حد من دكاترة للأسف رفع إيده. أستاذن حضراتكم يا ريت نستخدم اللي هي الريز هاند عشان نقدر نستقبل استفسارات حضراتكم. أنا ما عنديش ريز هاند، أعمل إيه؟ اتفضلي يا دكتورة خلينا نتكلم. اتفضلي يا دكتورة ماجدة اتفضلي. تمام. السلام عليكم ازيك يا دكتور حمزة. ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويزيدك علم يا رب دايما. متشكرين جدا على المحاضرة الرائعة دي، أنا بجد استفدت منها جدا وإن شاء الله أطبق كل الكلام ده في خصوصي بإذن الله. كل حكاية أنا كنت عايز أسأل في النقطة بتاعت النمبر أوف بيج في التوصيف في المتن، يعني التوصيف في المتن وحضرتك جاوبت عليها بإن إحنا نعملها يدوي. كل الحكاية إن اليدوي ده مش هيغير لي، لو أنا شغالة يدوي مش هيغير لي في التنسيق بتاع مندي اللي هو عامله لي أصلا. فشكرا. تمام. تمام دكتور سوزان، في حد عنده اسئله تاني؟ هو السلام عليكم. شكرا دكتور حمزه محمد ابراهيم على هذا الاداء الرائع وهذه المحاضره القيمه، والحقيقة إنه يعني أنا للأسف خشيت متأخر يعني، فكان عندي سؤال يعني متعلق بمندلي بخصوص الدعم للغة العربية، يعني اللي هو تحويل النصوص العربية وعناوين البحوث إلى اللغة اللاتينية، فياريت حضرتك إذا كان جزء ده فاتني ممكن أجده في التسجيل إذا ممكن، وإذا ما ذكر في المحاضرة ياريت تدينا فيه يعني رأيك، يعني أنا كيف بنوع فرن جزيلة. تمام. حضرتك بالنسبة للدعم المندلي للغة العربية، هو بيدعم اللغة العربية، لكن هي المشكلة في حصولنا على البحوث اللي هي بتبقى يعني تسمح بان يبقى متاح الميتا داتا او البيانات الوصفيه الخاصه بالبحث.
اللي هي تتعلق بالعنوان والمؤلف وتفاصيل خاصة بالبحث عشان يبدأ يعمل لها إدراك في المكتبة بشكل آلي. فحضرتك لو استخدمت مثلا دار المنظومة أو شمعة أو وعد البيانات العربية دي، لما بعمل منها سايت أو بنزل سايتيشن كبي اي بي فايل بتدعم اللغة العربية اوتوماتيك بنلاقيها موجودة معانا في المكتبة الخاصة بينا ونقدر نتعامل معاها بشكل سهل وسلس، ما فيش اي مشكلة خالص. لكن معظم بحوثنا احنا زي ما قلت لحضرتك اثناء الشرح احنا بنضطر اسفين ان احنا بندخل، لو انت عايز تستخدم مندلي في مراجع اللغة العربية هتدخلها بشكل يدوي للأسف الشديد، هتدخل كل بياناتك الخاصة بالبحث بالمرجع العربي ده بشكل يدوي وهينزلها لك هو في قائمة المراجع في نهاية البحث وراء بعضها الجزء اللغة العربية، وابدأ أخده كات أو يعني وحطه في مكانه المظبوط وعمل له التنسيق اللي أنا عايزه بالشكل اللي أنا عايزه، بس في النهاية ببقى محتفظ بالستايل الخاص بي اللي أنا بستخدمه سواء ABA 7 Edition أو 6 أو whatever إيه الستايل اللي أنا بستخدمه. فده الجزء الخاص باللغة العربية ودعمه المندلي. والحقيقة أنا حاولت أتواصل مع مندلي في حل المشكلة ديت، رد كان مضمون ردهم إن هم بيدعموا تماما اللغة العربية، لكن زي ما قلت لحضرتك قواعد البيانات مفيش محتوى عربي ثري على الإنترنت يمكننا من الحصول على البيانات الوصفية اللي نقدر نستخدمها بشكل سلس في توثيق في داخل البرنامج وورد أو غيره. شكرا لحضرتك. دكتور حمزة معنا، دكتورة فاطمة الزهراء مراد رفع عليها. تفضل يا دكتور. تفضل يا دكتورة فاطمة. دكتورة فاطمة الزهراء السلام عليكم أستاذ. نشكرك أولا على المعلومات القيمة التي تقدمت لنا. نسأل فقط عن رابط تسجيل لو سمحتم، لأننا يعني نسجل بعد. إذا كان بالإمكان إعادة رابط التسجيل. تمام إن شاء الله. هتسجلي على الشات، اكتب اسم حضرتك والإيميل الخاص بحضرتك بدل التسجيل، لانه باب التسجيل خلاص تم الغلق. دكتور سوزان غلقت خلاص التسجيل، فممكن اي حد يسجلش يسجل عبر الشات اسمه والايميل الخاص بيه. شكرا. تحت امرك يا دكتوره. لو سمحت يا دكتور عندي سؤال. اتفضلي يا دكتوره. شكرا الاول على المحاضره القيمه ديت، واكيد حضرتك ان شاء الله. حمزه يعرف نفسه بس احنا عارفين مين الدكاتره اللي معانا يعني.